تهاجموننا لأننا نفرق بين المسلمين، لا بأس، هذا مبدأكم أكيد. عائشة في حكم أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الشريف الذي أرسله إلى أهل الكوفة بعدما انتهى من معركة الجمل في البصرة، أرسل إليهم كتابا مخطوطا وهو موجود عندنا في الروايات، مكتوب فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن عائشة إنها مع ما جاءت به من الحوب الكبير الإثم العظيم في معصيتها لربها وتفريقها بين المسلمين. إذن حكم أمير المؤمنين على عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة التيمي، ده نجيب كل الاسم حتى لا يقولون عائشة أخرى، حتى يفهم علي خامنئي والبقية الزمايل اللي وياه، أنه شنو؟ أنه عائشة هذه محكوم عليها من مولى الموحدين عليه السلام بأنها فتنوية مفرقة طائفية ما أدري، فرقت بين المسلمين وسفكت دماءهم. قولوا كلمة واحدة على عائشة، بالعكس يدافعون عنها. لما راحوا الشباب إلى السفارة، السفير طلع يتباكل، ما طلع، قاعد داخل، خواف جبان قاعد داخل يكتب التوي أغيثونا أنجدونا. الشرطة البريطانية ما إجت، معناه جاي يردون الشرطة البريطانية تتعامل مع 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 هذول المقتحمين بين قوسين للسفارة بالطريقة اللي شرطة إيران تتعامل مع المحتجين والمتظاهرين، شلون يملخوهم، شلون يدوسوهم، شلون يعذبوهم، شلون يموتوهم. يصور وين قاعد أنت؟ أنت في لندن، مو قاعد ب أي، مو قاعد بجمران، أنت في لندن. فقاعد داخل بالسفارة الجبان ويستغيث ويطلق نداءات استغاثة، وأول تصريح رسمي له ما هو في توصيف الحالة الآن، إحنا في توصيف الحالة التي حصلت، أنه جماعة ما أدري طائفيين كذا جاءوا إلى السفارة يشتمون السيدة أم المؤمنين عائشة. تياه مالتك أنت وعائشة، إش جابك على عائشة تتباكى على عائشة؟ يعني ممكن إحنا ممكن مثلا في المستقبل نشوف يوم من الأيام سياسة نظامكم تقتضي أن تتباكوا علينا وتدافعوا عننا مع أننا مفرقون بين المسلمين، ممكن نتوقع هذا الشيء؟ لأنه أنتم الآن تتباكون على الذين فرقوا بين المسلمين، عائشة بحكم أمير المؤمنين عليه السلام. أما ما يقولون، لأنها كلها سياسة في سياسة ولعبة قذرة. المؤمنون عليهم أن ينتبهوا لهذه الألاعب وأن لا يقعوا ضحية لهذه الألاعيب السياسية القذرة.